نخلص من الجزء بتاع الكيميكال ترانسميترز اللي قدام. هو قبل بس ما نقولهم، هو في عندنا من الرسمه اللي انا رسمها لك دي بس احنا حاطين ارقام بس على الاعصاب اللي مرسومه على الصبغه. انتوا تعبتوا يا جماعه؟ تعبتوا؟ تحبوا تاخدوا بيتا؟ طيب 10 ل 5 اعصاب ان شاء الله هتبتدي. تعبتوا قوي يا بنات؟ لسه النهارده اول يوم. مش متعودين على ساعتين لسه مش كده؟ طيب النهارده ان شاء الله هتتعبوا. حد بس كده يبص معايا على الارقام دي ويسمي لي الاعصاب دي بأسامي مش بأرقام. نمرة واحد هيسميه ايه؟ ايوه هو اصلا سيب بريدنج ولا بارا بس الاول؟ بارا عشان طالع من فوق وعشان جاي من بعيدة فالبري طويل والبوست قصير. يبقى العصب نمرة واحد ده اسمه بري جانجليونيك باراسيمبلك. العصب نمرة ايه مش باين؟ باين طيب. والعصب نمرة اتنين الصغنطر ده بوست جانجليونيك بارا. وثلاثة بري سيمباثيتك. واربعة بوست سيمباثيتك. وخمسه اسمه ايه ده؟ مش هسميه بري جانجليوني بقى، هو كان زمان بري جانجليوني مش كده لان المدالة دي كانت جانجليا. هو دلوقتي ملوش تسميه غير نيرف تو ادنا المدالة. بس هو يعامل معاملة ايه؟ بري جانجليوني صح؟ امال مين نمرة ستة ده؟ هي دي سكيلتال ماسل عشان بس ايه؟ الدنيا بقت صعبة شوية. يبقى النيرف ده ايه؟ ثم اتبعنا ده في الاضرار؟ اتبعنا. انا هقول لك انا حطيته ليه. الاعصاب دي بقى اسمع بقى الجمله دي كده، اي عصب من دول يقدر يعمل سينثيسيس وستورج وريليز يفرز ماده اسمها اسيتايل كولين، يبقى هذا العصب بيقولوا عليه كولينرجي نيرف. كويس. يبقى انا عندي كيميكال ترانسميتر نمره واحد في الاوتونوميك اسمه اسيتايل. في ناس من الاساتذه بقى يعني اللي التعليم بره بقى كانوا في مدارس اجنبيه والشياكه وكده يقول عليه اسيتيل كولين. اسيتيل كولين هي حلوه طبعا بس الناس اللي بتوع مدارس الحكومه وعامه الشعب ساحلاتي كده اسيتايل كولين بالفخامه دي كده مش مهم. المهم ده نمره واحد في ايه؟ في الاوتونوميك اسيتايل. نمره اثنين، اي عصب يقدر يعمل سينثيسيس وستورج وريليز لكيميكال ترانسميتر تاني اسمه نورادرينالين او نورابينفرين، يبقى هذا العصب اسمه ادرينرجيك. هو كان المفروض يسموه نورادرينرجيك، حصل غلط زمان، فضل الغلط ده شغال. المهم ان هذا العصب بيفرز نورادرينالين. يبقى في عندنا تو كيميكال ترانسميتر مش كده؟ اسيتايل كولين ونورادرينالين اللي هو نورابينفرين. ويعني ايه كولينرجيك نيرف؟ اي عصب في الدنيا يقدر يصنع ويخزن ويفرز لما تجيله اشاره عصبيه سيبتايل كولين يبقى اسمه كده. وادرينرجيك نيرف اللي بيفرز العكس نوع منه. مش عايزك تربط قوي بقى يعني هو الكتاب يمكن شويه هيحصرنا في حكايه السيمباثيتك وبارا. انا عايز مع بعض كده اقول لك مين هم الكولينرجيك نيرف وانت قول لي ده سيمباثيتك ولا بارا ومين الادرينرجيك. العصب نمره واحد واثنين وثلاثة وخمسة وستة ار كولينرجيك. واحد واثنين وثلاثة وخمسة وستة سميهم كده معلش بس عشان اطمئن قلبي. البري بتاع البار والبوست بتاع البار. يبقى كده قبل ما نكمل البار كله ما بيطلعش غير ايه؟ اسيتايل كولين. وثلاثة البري بتاع السيمباثيتك. واربعة مش تبع خمسه نيرف تبع المدلع. انا متاكد ان المدلع اسيتايل كولين ليه؟ لان دي كانت زمان جايه فالنيرف اللي وصل لها كانه بري جانجليون. طيب ايه اللي جاب شد في الموضوع؟ هو العصب ده از نوت ان اوتونوميك نيرف. انا جبت سيرته كولين لان انا بتكلم على حاجه اسمها كولينرجيك نيرف صح؟ يبقى الاعصاب الاوتونوميك معظمها كولينرجيك ومعاها كمان العصب السمك. مين بقى الادرينرجيك؟ فاضل
مش شويه صغيرين. شوف بقى يعني حتى دي يعني حسره بتثبت زي ما بيقولوا يعني مش كلهم بيطلعوا بره دي. في بوست جانجليونيك سيمباثيتك رايح على حاجه بنسميها الاكراين سويت بلاتس، واللي رايح على البلاد فيسلز اوف ذا سكيليتال ماسلز بيطلعوا اسيتايلكولين وليس نورادرينالين. تاني عشان الحته دي هي يمكن في المنهج مش مهم قوي لكن هي هتساعدك انك انت تفهم دراجز بعد كده. كل الاوتونوميك نيرفز ار كولينرجيك صح؟ ما عدا ايه؟ ما عدا البوست جانجليونيك سيمباثيتك اللي رايحين للافكتور اورجنز، ما عدا اللي رايحين للانكراين سويت بلانز واللي رايحين للبلاد فيسلز اوف ذا سكيليتال ماسلز. يبقى احنا عد معايا تاني كده بقى معلش انا هخلي ده هسمي ده نمرة سبعة. عد معايا تاني معلش اخر مرة عد معايا الحاجات اللي ايه الاعصاب الكولينرجيك والادرينرجيك. كولينرجيك. لا ما تقوليش بقى واحد اتنين تلاتة خمسة معلش مش الحركة دي قول لي اسامي يعني. بري جانجليونيك بارا. بوست جانجليونيك بارا بلا استثناء. البري سيمباثيتك. البوست جانجليونيك سيمباثيتك اللي رايحين للإنكراين سويت بلانتس والبلاد فيسلز اوف ذا سكيليتال ماسلز. معاهم بقى نيرف وادرينال مطلع معاهم عصب مش اوتونوميك لكن حشر بقى في الموضوع اللي هو السوماتيك. مين الادرينرجيك؟ كل البوست جانجليونيك سيمباثيتك اللي رايحين للأورجانز اكسبت اللي رايحين للإنكراين واللي رايحين للبلاد فيسلز اوف ذا سكيليتال ماسلز. وصلت؟ نقطة نمرة اتنين بقى. ازاي العصب الكولينرجيك بيعمل سنتس وستورج وريليز اوف اسيتايل كولين ومصيره ايه بعد كده؟ دي حاجه سهله على فكره ودي بقى مجال اسئله في الام سي كيو عشان في ناس برضو من الدفعات اللي فاتت يقول لك ما تقراهاش ده فيسيولوجي وبايو والكلام ده ممكن تلاقي فيه عليها اسئله في المالتيبل تشويس. انا هفترض مع سيادتك كده ان ده افكتور اورجن اهو وان ده كولينرجيك نيرف. عايز اعرف العصب ده ازاي بيعمل سينثيسيس وستورج وريليز للاسيتايلكولين وبعد ما يخرج هيحصل له ايه؟ الخطوات بتاعه تصنيع الاسيتايلكولين سهله قوي، هم خطوتين تقريبا اللي يهموني. الخطوه الاولى حاجه اسمها اكتف ابتيك اوف كولين. حد يفسر بقى. يعني كلمه اكتف ابتيك لاي ماده دي؟ يعني من الهاير تو لور كونسنتريشن ولا من اللور تو هاير؟ ما دام اكتف يبقى من القليل الكتير مش كده؟ يقول عليه اجينست كونسنتريشن جريدنت. وبعدين محتاج برافو عليك انرجي ومحتاج كارير صح؟ يبقى الخطوه الاولى ان الكولين اللي موجود في التيشو اللي او في التيشو فلويد اللي حوالين النيرف دخل جوه العصب. وبعدين هيلاقي العصب بقى هنا مستعد بيكون ماده اسمها اسيتايل كوهين. كويس؟ اسيتيك اسيد مع كوينزايم ايه يدينا حاجه اسمها اسيتايل كو ايه يمسك فيه الكولين هيتكون ايه؟ كولين زائد اسيتايل كو ايه هيدي اسيتايل كولين. سهله؟ هنا بقى في انزايم اللي بيخلي الكولين يمسك في الاسيتايل كو انزايم يقول عليه اختصارا كده كات سي اي تي كولين اسيتايل سهل ترانسفريز بين ده على ده فيتكون اسيتايل كولين. كتاب القصه هتلاقيه في وسط الكلام مسميه اسم تاني كولين اسيتايليز. معظم الكتب ما بتعملش الاسم ده هو الاصح كولين اسيتايل ترانسبريز اللي موجود برضه عندنا في الكتاب. يبقى الاول الكولين دخل اجينست جريدينت مسك مع الاسيتايل كو اي اداني ماده اسمها اسيتايل كولين. يبقى دي سينثيسيس. مش عايز يعني اوجع دماغك قوي قوي واقول لك الادويه اللي هتمنع الخطوات دي خليها بعدين عشان برضه ايه ما تزهقوش مننا كده في اول محاضره لكن ان شاء الله قريب لازم هنعرف ازاي اوقف تصنيع الاسيتايل كولين. طيب بعد ما تكون اسيتايل كولين هيبقى ستور في حاجه اسمها فيسيكلز او جرانيولز. عارفين طبعا الكلام ده اكيد من السنه اللي فاتت يعني هيبقى متخزن كده جوه حويصلات كده فيها بقى بروتين واي تي بي وحاجات المهم اللي جوه الفيسيكلز اسيتايل كولين متخزن. ازاي بقى بيحصل له ريليز؟ اي كيميكال ترانسميتر اي حاجه من الحاجات اللي هنسمعها في ازاي بيحصل لها ريليز ازاي بتقطع
في المكان، هو المكان ده اسمه ايه بالمناسبة؟ بين نيرف ونيرفا ونيرف اورجان، صح؟ احنا بنسميه سينابس للسهولة، سينابس كليفت، صح طبعا. طيب ازاي بيطلع هنا كده؟ بالظبط كده، هتيجي امباكتس لهذا العصب اللي احنا بنسميها نيرف اكشن بوتنشال. يا عبارة عن عباره عن انفلكس اوف صوديوم، صح؟ تيجي الاشاره العصبيه يبدا الصوديوم شانلز تتفتح والصوديوم اللي بره كتير قوي يدخل جوه بسرعه فيعمل ما يسمى بالدي بولاريزيشن. وبعدين برافو عليكم، وانس ان حصل دي بولاريزيشن بتتفتح حاجه اسمها الفولتج جيت الكالسيوم شانلز، يروح داخل الكالسيوم هنا يقارب بقى مش مهم تفاصيل قوي، بيمسك في بروتين معين موجود في الفيسكل ده عارفينه؟ اللي هو يسمونه فامب مش كده ولا لا؟ طيب بيسك الاكتيفيت ميمبرين بروتين، المهم بقى ان البيسكل دي هتتحرك ناحيه السيل ميمبرين ويحصل لها رابتشر ويطلع الكيميكال ترانسميتر عند السينابس حاجه اسمها اكسوسايتوز. سهل؟ طيب بعد ما خرج هيعمل ايه؟ برافو عليك، هيمسك بريسبتورز هي موجوده هنا هنسمعها ان شاء الله، حاجه اسمها الكولينرجيك ريسبتور، مسكرينيك بروتينيك مش عارف ايه. هيعمل ايه جوه هنا بقى في الخليه دي؟ الله اعلم بقى. لو حصل اكسايتيشن في الخليه دي يبقى يقول عليه اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال. لو حصل انهبيشن يبقى على العكس يسموه انهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. وبعدين ما هو مصير، بس انتوا متخيلين يا جماعه الموضوع ده، الموضوع يهمنا احنا نعرفه عشان الامتحان طبعا اسئله وعشان الدراجز كتير قوي هنشتغل على الجزء ده. يبقى اتصنع اسيتايل كولين، خطوتين سهلين قوي، اكتف ابتيك اوف كولين، اتحاده مع الاسيتايل كوهي في وجود الكات، اتخزن جوه فيسيكلز لحد ما جه نيرف امبلس دخل صوديوم ووراه كالسيوم ورابتشر اوف ذا فيسيكلز. اشتغل على السيمبتومز بتاعته، عمل تغيير في الاورجن، وبعدين ما هو مصير اسيتايل كولين. مفيش ابتيك، مفيش ابتيك. مفيش ابتيك، عشان محدش يتلخبط تاني بقى. هو اللي هيحصل فيري فيري فيري، قول بقى زي ما انت عايز، رابيد هيدروليسيس او يقول عليه انزيماتيك او ميتابوليك ديستراكشر او ديجراديشن باي انزيمز. يعني يا دوبك هيلبس ريسبتور كده بيعمل شغله ويتكسر على طول. تفتكر هيبقى اسمه ايه الانزيم اللي بيكسر الاسيتايل كولين؟ صح، كولين استريز، مش كده؟ من سوء حظك ان هم نوعين، كولين استريزس، هتلاقي موجودين عندك ان شاء الله في الكتاب كده، واحد اسمه تو كولين استريز بيسموه اسيتايل كولين استريز، هو ده اللي بيكسر فعلا اسيتايل كولين عند التيشوز، ده موجود عند النيرفز اهم مكان دي النيرف اندكس، وفيري فيري سبيسيفيك في شغله. يعني هذا الانزيم ما بيعرفش يكسر غير اسيتايل كولين. وهنسمع ان شاء الله عن دواء تاني اسمه الميثا كولين، ميثا كولين، عارف الدواء ده عباره عن ايه؟ يعني فكر كده في اسمه، ميثا كولين يعني عباره عن اسيتايل كولين بالظبط، بس عليه ايه؟ ميثايل جروب، فالجسم بيتعامل معاه كانه اسيتايل كولين. يبقى هذا الانزيم اللي اسمه تو كولين استريز او اسيتايل كولين استريز بيكسر اسيتايل كولين ودواء شبهه بالظبط اسمه ميثا كولين. مكتوب عندنا في الكتاب ريجينريشن، يعني ايه كده؟ هو عايز يقول لي لو حصل ان الانزيم ده مش شغال، الانزيم ده اللي موجود في جسمك باظ لاي سبب من الاسباب هنسمعه ان شاء الله في المنهج، اخد وقت قد ايه عشان اصنع انزيم جديد؟ اخد 3 شهور. يعني عمليه اعاده تصنيع الترو كولين استريز بتاخد وقت كتير قوي، اب تو 3 مانث. ايه بقى السودو كولين استريز ده؟ السودو كولين استريز موجود، ربنا غالبا يعني الله اعلم حكمه طبعا، لكن غالبا اتخلق عشان الحاجات الاكسوجينس، مش عشان حاجه جوه الجسم، مش عشان الاسترين كولين بتاع الجسم، هو يعرف يكسره. بس هتلاقي الانزيم ده موجود في الليفر ومن الليفر يطلع على البلازما، وخلي بالك من المعلومه دي. السودو كولين استريز از سينثيسايزد ان ذا ليفر ذن ريليزد ان بلازما. هو اي دواء في الجسم، اي دواء هتاخده في حياتك ان شاء الله، يا هيعدي على الدم الاول يا هيعدي على الليفر الاول، زي ما ناخد ان شاء الله في الجنرال بعد كده. فمعمول حساب ادويه معينه انها هتتكسر بالانزيم ده سواء وهي معديه على الليفر او على البلازما. الانزيم ده ما هواش سيلكتيف، كسر ادويه كتيره،
يا ريت تفتكر منهم، هو مكتوب عندنا ديستروي اسيتايل كولين ومش عارف ايه وايه، افتكر منهم ساكسينايل كولين. السولو كولين استريز ده يكسر دواء اسمه ساكسينايل كولين. دواء ده ان شاء الله ما اعرفش سمعتوا عنه في الفسيولوجي. الدواء ده سكيليتال ماسل ريلاكسنت. الدواء ده ما بيتاخدش غير في التخدير. وانا بعمل عمليه جراحيه بيبقى من ضمن اهدافي ان انا اخلي السكيليتال ماسلز ما فيهاش تون عالي. فاروح حاقن العيان حقنه ساكسينايل كولين. ساكسينايل كولين ده بعد 5 دقايق ما تلاقيهوش. ليه؟ انا حقنته والبلازما مليانه زيوت كولين استريز، يا دوبك اشتغل 5 دقايق وكسروه. كويس؟ طيب سؤال بقى، امتى ما اعرفش اكسر ساكسينايل كولين؟ لو عندي ديفكت في السودو كولين استريز، صح؟ طيب ممكن يكون ايه سبب الديفكت ده؟ برافو عليك، ممكن يكون الليفر بايظ، صح؟ في ليفر ديزيز. وممكن يكون ربنا خلقني كده. ممكن يكون حاجه جينيتك. كويس؟ العيان ده لما ياخد حقن الساكسينايل كولين هيحصل له ايه؟ مش هيعرف يتنفس تاني غير لما تحطه على جهاز تنفس صناعي. ليه؟ لان الدواء ده مش هيتكسر، فهيفضل فيه ريسبيراتوري باراليسيس، لو ما لحقتوش يموت منك. فهمنا الفكره يا جماعه؟ يبقى الساكسينايل كولين ده دايما حطه في ذهنك، هو ديسترويد او ميتابولايزد باي سودو كولين استريز. لو ما عرفتش اكسره هيحصل حاجه ان شاء الله هنسمعها اسمها ساكسينايل كولين ابنيا. صعبه؟ العين قطع النفس من الدواء، وسبب انه قطع النفس انه ما عندوش انزايم، سواء بقى لان الليفر بايظ او لان ربنا خلقه فيه مشكله جينيتيك. بالمره بقى ما دام بنتكلم على ادويه البروكين، البروكين از الوكال انستيتيك. يعني ايه؟ صح؟ خد الموضوع ماشي. يعني ايه برضه؟ ايوه يعني بيشتغل ازاي؟ يعني انا عايز النرف ده ما يحسش. اعمل ايه عشان ما يبقاش فيه امباكس؟ في حاجه هنا اتقالت شكلها صح ولا مش عارف. اقفل الصوديوم شانلز، مش كده؟ مش هنتكلم كتير المنهج بتاعنا عن الادويه اللوكال انستيتيك، بس يا ريت تفتكر الكلمتين دول. اي دواء اخره كين سي اي اي ان اي يبقى لوكال انستيتيك. طبعا اسم علمي ما بتكلمش على اسامي تجاريه. واي دواء لوكال انستيتيك يبقى بيشتغل باي بلوكينج ذا كات ذا صوديوم شانلز. خلاص؟ سمعت عن دواء اسمه الكوكين؟ اللي هو الكوكايين بقى، الكوكايين بقى والشن والحاجات وال ده لوكال انستيتيك طبعا، بس ليه قصه تانيه ان هو بينشط المخ وبيعمل حلوة. المهم لو حصل ديستراكشن في السودو كولين استريز، الجسم يصنعه بعد 3 اسابيع. يعني الريت اوف ريجنريشن اسرع كتير من الترو كولين استريز. مش عارف احنا مسموح لنا يعني نكمل شويه كده ممكن بعد اذنكم، اخد بس الجزء بتاع سيمباثيتك ويبقى كده عملنا انجاز تاريخي لم يسبق في المحاضرات بتاعتنا. هنتكلم على الادرينرجيك نيرف بنفس الفكره اللي هو العمود الثاني في الصفحه، ازاي بيحصل سنتسز وستورج وريليز، واخر حته غلسه قوي قوي اللي هو الفين بتاع النورا الدرينرجيك. تعالى كده نفترض ان ده بقى مش كولينرجيك نيرف، ده ادرينرجيك نيرف. عايز اعرف بقى النيرف ده ازاي بيصنع ويخزن ويريليز والكلام ده بتاع النور الادرينالين. الكلام ده على فكره اكيد خدناه في البايو، انا متاكد يعني. مش مهم بقى. غالبا اول خطوه في التصنيع بنبدا بامينو اسيد اسمه فينايل الانين. ده بيب. صوت يا جماعه خلاص انا والله هسيبكم بدري النهارده كمان قبل 10 ل 5 ان شاء الله يعني. ده بيتحول لامينو اسيد تاني اسمه التيروزين. خلي بالك عشان مالتيبل تشويس الاسامي بتاعت الانزيمز ممكن تبقى مجال لسؤال. بيتحول عن طريق انزيم اسمه فينايل الانين هيدروكسيديز. طيب الخطوه اللي بعد كده التيروزين دخل جوه السيتوبلازم بتاع النيرف. مش مهم دخل ازاي بقى، بس انت فاكر الكولين دخل ازاي؟ اكتب ابتيك. ده غالبا بيدخل بسيمبل او باسيف. التيروزين بيتحول بعد كده لماده اسمها الدوبا. فاكر الاختصار دي ايه بقى؟ برافو عليك، غلايكوكسيا.
بروكسي في ناي الانالين. مش هقول طبعا الاسم الكبير هو دوبا، خلاص عرفناه. مين الانزيم؟ تيروزين هيدروكسيديز. بعد كده الدوبا بتتحول لماده هنسمعها كتير قوي قوي في المنهج، هناخدها كدواء وهناخدها كيميكال ترانسميتر في البرين، اسمها الدوبامين. الانزيم اسمه دوبا ديكربوكسيديز. لو انت اخدت بالك الاسيتايلكولين اتصنع في السيتوبلازم وبعدين اتخزن في فيسيكلز، مش كده؟ اللي من شويه النور ابنفرين او النور ادرينالين بيتصنع اصلا جوه الفيسيكلز. يعني لازم الدوبامين اللي هو يقول عليه البريكيرسر بتاعه الماده الخام لازم يحصل له اكتف ابتيك، يدخل جوه الفيسيكل دي وبعدين يتحول جواها الى نور ادرينالين. وياريت تفتكر الانزيم اسمه دوبامين بيتا اوكسيديز او دوبامين بيتا هيدروكسيليز، الاثنين صح. مرة دي سؤال من كام سنه كده في المالتيبل تشويس كان صعب قوي، هو قال لهم which of the following enzymes is present only inside the vesicles of adrenergic neurons. مين الانزيم اللي مش موجود في السيتوبلازم موجود جوه الفيسيكل؟ مين؟ الاخراني ده. دوبامين بيتا اوكسيديز هو ده اللي هيحول لك الدوبامين الى نور ادرينالين. ايه اللي هيحصل بعد كده بقى؟ نفس السيكونس هيفضل متخزن جوه مع بروتين واي تي بي ومش عارف صبغه وكلام زي كده لحد ما يجي نيرف اكشن بوتنشال، صوديوم انفلكس وراه كالسيوم وراه كابتشر وريليز، هيشتغل هنا على ريسبتورز اسمها الفا وبيتا. قبل ما اكمل انا يمكن نسيت اقول لكم اهم خطوه في تصنيع الاسيتايلكولين سموها في بعض الكتب بريد ليميتنج ستيب. اي خطوه؟ اي خطوه الاهم في تصنيع الاسيتايلكولين؟ الاكتف ابتيك. يعني لو انت عايز ترجع على تصنيع الاسيتايلكولين حاول توقف الاكتف ابتيك ده. طب هنا الخطوه الاهم او يقول عليها ريت ليميتنج اللي هي خطوه التيروزين هيدروكسيليز ده. تحول التيروزين لدوبا هي دي اهم خطوه او الخطوه الاساسيه اللي بتحكم في الريت بتاع تكوين النور ادرينالين. طيب هو الاسيتايلكولين بعد ما كان بيخرج كان بيروح فين؟ بيرجع يدخل تاني مش كده؟ خرج اشتغل وراح داخل جوه العصب تاني. ما حصلش كده؟ ما حصلش. فهو اتكسر بسرعه جدا لاسيتايل جروب وكولين، الكولين اول ما يرجع يدخل لكن الاسيتايلكولين نفسه ما بيحصلوش عطيه. بص بقى على النور ادرينالين. The main fate of norepinephrine is uptake. او يسموها ري uptake زي ما انت عايز. يعني ايه؟ يعني يطلع من العصب يشتغل على ريسبتورز وبعدين معظمه يرجع يدخل تاني جوه النيرف. يبقى حصل له uptake فين؟ النيرف. فيسموه ايه بقى بتوع الفيسيولوجي وبتوع الفارما؟ يقول عليه نيورونال ابتيك. نيورونال ابتيك موجود الكلام مش كده؟ او يقول عليه ساعات ابتيك 1. وهنفضل نكررها مليون مره. اهم طريقه بتبعد الاسيتايلكولين عن الريسبتور انه يتكسر بانزيم، صح؟ واهم طريقه بتبعد وتنهي شغل النور ادرينالين انه يرجع يدخل تاني جوه العصب. وطالما دخل جوه العصب بقى بعيد عن الريسبتور مش كده؟ يبقى شغله انتهى. طيب خلي بالك ان في جزء صغير من النور ادرينالين هيدخل جوه التيشوز. هو ايه التيشوز دي؟ يطلع ايه؟ اورجن ده يعني. يطلع هارد، سموث ماسلز، غده اكسبراين زي ما قلنا مليون مره. جزء بسيط قوي منه هيدخل جوه التيشو وان شاء الله بعد كده هيتقصى يعني. وقال ده يسموه على فكره اكسترا نيورونال ابتيك او يسموه تيشو ابتيك. وفي بعض الكتب يسموه ابتيك 2. يبقى ابتيك 1 اللي هو دخل جوه العصب، وابتيك 2 اللي هو دخل جوه التيشوز. او بعدين بقى شفت انت اللي دخل جوه العصب دول معظمهم هيتكسروا. اقول لك الانزيمز حالا، بس جزء صغير قوي منهم بيستخبى جوه الفيسيكلز. استخبى اقصد بيها ايه؟ يبقى بعيد عن الانزيمز مش هيتكسر ده، هيفضل جوه لحد ما تيجي امبلس ثاني. يقول عليه ايه الابتيك ده؟ حصل ابتيك جوه الفيسيكلز او جوه الجرانيولز، يسموه جرانيولر او يسموه فيسيكولر ابتيك، واحيانا ابتيك من الدم. شاطر قوي قوي بقى اللي هيقول الفيسيكل دي بتعمل ابتيك.
شويه من النوع اللي دخل جوه الجسم جوه الدم. مفهوم يا جماعه؟ طيب وبعدين اللي دخل جوه السيتوبلازم بتاع الخليه هنا بتاع او جوه النرف ده واللي دخل جوه التيشوز واللي عدى على الليفر واللي مش عارف عدى على البلازما هيتكسروا الانزيمز اسمهم الكونت والماو. مين فاكر الاسامي دي اختصارات ايه؟ كونت الاختصار كاتيكول اورثو ميثايل ترانسفيرينز مش مهم كونت خلاص. والماو اشمعنى مونو اماين وسكتس. كويس لما النوع الانفرين يتكسر بالاثنين دول بيدوا ماده مهمه قوي قوي اسمها في ام اي. حد عارفها؟ حد سمع عنها قبل كده؟ صح اسمها بينايل او في ناس بتسميها فانيلايل او في نايل مش مهم بقى اي حاجه من دول. مندليك اسيد ده بينزل في اليورين. وبعدين اخر بقى شويه صغيرين كده قوي 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 النور ادرينالين ينزلوا في اليورين انشينجد. يعني ايه الكلمه دي؟ هتعدي عليك كتير قوي. دواء او هرمون او ايفر نزل ان يورين انشينجد يعني ايه؟ يعني زي ما هو من غير ما يتكسر من غير ما يتحول لميتابولايت تاني. يبقى بسرعه كده بقى عشان نخلص النهارده كفايه قوي كده يعني رحمه حلوه بقى. الفيت بتاع النور ادرينالين. واقول لك نصيحه مني كده حكايه الارقام او البرسنت اللي موجوده في الكتاب دي ما بتلمعش قوي. يعني 80% و15% و5% انا عايز نتفق مع بعض ان المين فيت هو ايه؟ الابتيك وبالتحديد انهي ابتيك؟ نيورون هو ده الاساس التخلص من شغل النور ادرينالين. وبعدين شويه دخلوا جوه تيشو اكسترا نيورون وشويه دخلوا جوه ريسكيو دور الهربو عندهم مش هيتكسروا. وفي جزء من النور ادرينالين سواء في التيشوز او في الليفر او في النيرف هيتكسر بانزيم اسمه الكومب والماو يديك حاجه اسمها البينايل مانديليك اسيد ينزل في اليورين. وجزء بسيط جدا جدا من النور ادرينالين هينزل في اليورين وداوت ميتابوليزم. انتوا اخدتوا بالكم ان احنا ما جبناش سيره الادرينالين؟ يعني النيرف اسمه كده خدعه مش كده اسمه ادرينرجيك. ليه ما قلناش سيره الادرينالين؟ هذا العصب غير قادر على تصنيع الادرينالين. حد فاكر في البايو فاضل كام خطوه على تصنيع الادرينالين؟ خطوه واحده ميثايليشن. ان النور ادرينالين ده يديني ادرينالين بانزيم اسمه فينايل ايثانولامين ان ميثايل ترانسفيرز. فاضل خطوه بس عشان احول النور ادرينالين لادرينالين. طب تفتكر العصب ده ليه مش قادر يصنع ادرينالين؟ بس مفيش الانزيم. امال مين الاماكن اللي تحول النور ادرينالين لادرينالين؟ مين اللي عنده الانزيم؟ المدلة والسي ان اس. نسمع ان شاء الله عن الادرينالين كيميكال ترانسميتر في السي ان اس عشان عندهم الانزيم. طيب برضه نخلص بقى بالمره. الادرينالين لما نتكلم عليه كهرمون ان شاء الله بعد كده او كدواء الفيت بتاعه زي النور ادرينالين. عشان نوفر وقت بقى يعني الادرينالين لما بيتاخد من بره ولما بيطلع من المدلة كهرمون بيبقى نفس المصير اللي هو ايه؟ ايوه صحيح نيورون الابتيك اكسترا نيورون الابتيك فيزيكال الابتيك واللي تحت عنوان الابتيك ميتابوليك ديجريديشن بالكومب والماولي في ام اي وشويه ينزلوا في اليورين ابتيك. طيب اخر حاجه اخر حاجه ان شاء الله واحد ايه في ام اي ده؟ صح يعني ايه بقى هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الميتابوليك اند برودكت اوف اوف مين بقى؟ ادرينالين ونور ادرينالين صح؟ طيب كل واحد فينا لما يحب يعمل التحليل ده يروح المعمل يقول لهم عايز اعمل في ام اي في اليورين يروحوا مدين له جردل كده او جيركن او فضل يعني حاجه كبيره كده ويقولوا له عيش طبعا يقولوا له جمع اليورين بتاعك في هذا الفنطاس يعني وتعالى هنا بتاع بكره. يعني عايز اقول لك ان الفي ام اي اليورين ما بيتقاسش في يورين سامبل. الفي ام اي بيتقاس كل 24 ساعه. تجمع اليورين بتاع اليوم كله وتروح تقيس الفي ام اي. سؤال بعيد بقى جدا امتى لقيت في ام اي عالي؟ عالي بقى ومعدي ارقام كده مهوله. صح لو انا بس
يبقى ده اختبار سهل قوي ان انا اشخص الفي كروموسايتوما باي استيميشن اوف فينايل مانتينيك اسيد في اليورين. خلي الادويه اللي موجوده عندك في صفحه 40 بقى مش كده اللي هي فيها الفين بتاع النورادرينالين والادرينالين. في جدول كده مكتوب فيه الابتيك صح؟ مكتوب نيورونال وجرانيولار وتيشو. الادويه اللي بتمنع الابتيك نجيلها بعدين عشان لسه بدري عليها. ادويه بتمنع ابتيك واحد هنسمعهم ان شاء الله في المنهج نجمعهم في الاخر. لكن مفيش داعي ان احنا نبدا بيهم كده على طول.